تماشيا مع ما تسعى إليه مملكة البحرين في خطة التوسع العمراني وتطوير البنية التحتية وتوفير البيئة المناسبة للمواطنين والمقيمين، افتتح الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية جامعة فاطمة بنت أحمد أجور الكائن في منطقة بوقوة بمحافظة العاصمة. وبهذه المناسبة أعرب رئيس مجلس الأوقاف السنية عن سعادته بافتتاح هذا الصرح المبارك، مثمنا التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم ومتابعة وتأييد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في بناء دور العبادة ورعايتها لتؤدي دورها ورسالتها على أكمل وجه. كما أثنى الدكتور الهاجري على المتبرعين الكرام أبناء عائلة أجور على بناء هذا المشروع المبارك، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر، مبينا فضل الإنفاق على المساجد وتعميرها والمساهمة في عمارتها وبنائها. ويتكون جامع فاطمة بنت أحمد أجور من مصلى رئيسي للرجال يتسع إلى 880 مصليا ومصلى للنساء يتسع إلى 120 مصليا وصالة مناسبات ومرافق خدمية للمصلين والجامع. في هذا المساء المبارك تشرفنا اليوم بافتتاح جامع فاطمة بنت أحمد أجور ومجلس علي بن أحمد أجور، وهو من المشاريع المهمة لما له من أهمية هذا الموقع الذي أنشئ عليه هذا المركز الإسلامي الكبير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في من تبرع لبناء هذا الجامع. وهنا أنا أسجل كلمة شكر وثناء وعرفان لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي نلقى منهما الدعم الكبير في عمارة المساجد وتهيئتها للمصلين. ونحن في إدارة الأوقاف السنية لا نأل جهدا في العناية ببيوت الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهود جميع المحسنين الذين لهم اليد الطولة في الإحسان وهذا الفعل الخير المبارك.